إذن زيادات معتبرة في الأجور أقرها رئيس الجمهورية، وأيضا بموجب قانون المالية الذي وقعه البارحة. طبعا وزير العمل قال بأن زيادات معتبرة أيضا ستكون خلال عامي 2023 2024، سيتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب. هذه الزيادات في أجور الموظفين ستمس نحو 2,800,000 موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقية الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي. نجدد الترحيب بالبروفيسور مراد كواش، أستاذ الاقتصاد بجامعة أم بواقي. أهلا بك من جديد. أهلا بك أخي الكريم وبالمتفرجين الكرام. يا مرحبا. إذن زيادات انتظرها الكثير من الموظفين وأيضا المتقاعدين، وأيضا زيادات في منحة البطالة. الهدف الأسمى هو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، صون كرامة الجزائريين وتعزيز ودعم القدرة الشرائية للجزائريين. نعم بالتأكيد، هذه الزيادات هي زيادات جاءت في وقتها، وهدفها الرئيس هو حماية وتدعيم القدرة الشرائية والتقليل من ربما التضرر الطبقات الهشة والطبقات المتوسطة من ارتفاع في الأسعار. هذه الزيادات سوف تأتي باستمرار يعني لهذه السنة والسنة المقبلة، زيادات مست الأجور، منح البطالة ومنح التقاعد، وستمس الرئيس هو دعم الفئات المتوسطة والهشة، حماية وتدعيم القدرة الشرائية للجزائريين. أما من الناحية الاقتصادية فنتوقع أن تساهم بتدعيم الاستهلاك الداخلي، تحفيز الطلب، زيادة الطلب، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. جميل أنك أشرت إلى هذه النقطة وأيضا الزاوية الاقتصادية لرفع الأجور محليا. بالطبع سيزيد من إنفاق الجزائريين على الكثير أو في الكثير من القطاعات، قطاع الخدمات، السياحة وغيرها. إلى أي مدى يمكن أن يساهم أو تساهم هذه الزيادات في خلق حركية حقيقية سواء على المستوى التجاري أو الاقتصادي بشكل عام؟ هذه الزيادات هدفها الرئيس من الناحية الاقتصادية تفادي أو التقليل بما يعرف بظاهرة الركود التضخمي. هذه الظاهرة أن تكون لديك مثلا السلع بأسعار مرتفعة والمواطنين غير قادرين على شراء أو الحصول على هذه السلع أو الخدمات، وبالتالي عندما يكون هناك زيادات في الأجور ومنح البطالة ومنح التقاعد ستحفز الطلب، سيزيد الطلب على السلع، وهذا ما يؤدي إلى تسريع حركة الإنتاج وتحفيز حركة الإنتاج والاستثمار وتحقيق حركية أو ديناميكية اقتصادية تساهم في بلوغ معدل النمو الاقتصادي المنشود من طرف الجزائر وهو 5% خلال العام القادم، وزيادة أيضا الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام القادم أو المستهدف من طرف الجزائريين وهو 200 مليار دولار. وهذا هو السقف الذي تسعى إليه والجزائر، والذي أعلنه أيضا رئيس الجمهورية لدخول أيضا تكتل بريكس. طبعا 200 مليار دولار ليس بالرقم الصعب على الجزائر، وبالإمكان الوصول بنظر إلى هذه الإصلاحات التي مست طبعا الجانب الاقتصادي ومناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، وأيضا مما يرافق هذا الإصلاح من دعم القدرة الشرائية وزيادة في الأجور. نتحدث عن زيادة ليس فقط المرة الأولى، وإنما زيادات منذ عام 2020، وحتى الزيادات ستبقى مستمرة إلى غاية عام 2024. وزير العمل البارحة قال بأن هذه الزيادات على مدى السنتين 2023-2024 تراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار جزائري إلى 8500 دينار جزائري حسب الرتب، سيمس نحو 1,800,000 موظف. إذن فيه نظرة استشراف أو نظرة مستقبلية خلينا نقوله على أنه هذه الزيادات ستكون سنويا
للوصول إلى المبتغى الذي يريده رئيس الجمهورية، هو دعم الأسر الضعيفة ومتوسطي الدخل أساسا. نعم بالتأكيد هذه الزيادات هي سوف تكون متواصلة، وكما أسلفت ستتراوح من 4500 إلى 8500 وتكون تدريجية. هذا ما من الناحية النفسية سيعطي حالة من الارتياح ومن الطمأنينة لدى العائلات الجزائرية. تعلمون جيدا أن هناك وجود تضخم ليس في الجزائر فقط، وإنما على المستوى العالمي ككل. ارتفاع معدلات التضخم أثرت على القدرة الشرائية وأثرت على معدل الاستهلاك للعائلات الجزائرية، وبالتالي هذا الرفع من منح البطالة ومن الأجور ومن منح التقاعد ويكون بشكل متواصل، وهناك نظرة استشرافية مستقبلية يعني على عامين وثلاث سنوات سيعطي طمأنينة أكبر من الناحية النفسية للأسر الجزائرية، ومن الناحية الاقتصادية سيحفز أكثر الطلب وسيزيد الطلب والاستهلاك، مما سيشكل دعما إضافيا للحركية الإنتاجية والاستثمارية. أعتقد أن الآن أصبحت الأهداف واضحة، الأهداف موزعة على جبهتين، جبهة اجتماعية وجبهة اقتصادية. الجزائر من خلال القانون المالي للسنة القادمة الذي سيشكل أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة بنحو 100 مليار دولار، سيدعم الجانب الاجتماعي كما قلنا الذي لم تتخلى عنه الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، من دون أن يتغافل عن الجانب الاقتصادي. هناك ورشات كبيرة تم فتحها في هذا المجال من أجل إنعاش الاستثمار، إنعاش الاقتصاد، القطاعات الفلاحية الصناعية، قطاع المناجم، قطاع التعدين، وهناك ورشات أخرى مستقبلية في العام القادم. سمعنا في آخر مجلس الوزراء تكلم عن قانون النقد والقرض، إصلاح المنظومة البنكية إلى غير ذلك. إذن هناك العديد من الورشات التي تم فتحها للعمل على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية معا. ممتاز. طبعا نختم بهذه، بروفيسور وزير العمل قال بأنه الزيادات ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائر وتحسين قدراتهم الشرائية ليس له ثمن. إذن هو تضامن ورسالة دعم من الدولة للفئات الشغيلة في الأساس. نعم في حقيقة الأمر يعني الدول الجزائر هي من الدول القلائل في العالم التي قامت بزيادات في الأجور خلال هذه المرحلة. هذه المرحلة الكارثة ربما صعوبة أغلبية دول العالم خاصة وحتى الدول المتطورة والدول الصناعية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية جمة. ربما الجزائر من الدول القليلة في العالم التي صنعت الاستثناء من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم الفئات الهشة، الفئات المتوسطة، رفع الأجور. وأنا أعتقد أن هذا سيحفز من الناحية الاقتصادية، سيحفز كما قلنا الطلب، وسيحفز الاستهلاك الداخلي. وإذا ما تم ربما تجاوب من طرف المستثمرين العام القادم سنشهد حركية اقتصادية كبيرة هنا في الجزائر وبلوغ معدلات نمو أكبر حتى من معدل النمو الذي تم تحقيقه خلال هذه السنة والذي تراوح بين 4% تقريبا من شهادة مؤسسات الدولية. أعتقد أنه العام القادم سنتمكن حتى من تحقيق معدل نمو اقتصادي 5% إذا ما استمرت وتيرة الإصلاحات بنفس النهج. ممتاز. لكن البعض يرى أنه سيشكل ربما ضغط على ميزانية الدولة والميزانية المخصصة لأجور العمال والموظفين، لكن البلد يتواجد في أريحية مالية حاليا على الأقل العام الحالي، وبالتالي يسمح للحكومة بضخ هذه الزيادات بأريحية. نعم بالتأكيد قانون المالية العام القادم تم وضعه على أساس سعر مرجع للبترول 60 دولار، وأعتقد أنه في الظروف الحالية لا يمكن أن ينخفض سعر البرميل عن هذا الرقم، لأن هناك دائما ربما مجموعة الأوبك بليس والتي ستضع سياسات من أجل تفادي انخفاض أسعار البترول على هذا المستوى. كما أعتقد أيضا أن الحرب الروسية الأوكرانية كما ربما حسب تقديرات الخبراء في هذا المجال
ستستمر لمدة أطول، وبالتالي أعتقد أن أسعار المحروقات لن سوف تستمر في الارتفاع. وبالعكس على ذلك، من خلال سلسلة الإصلاحات التي وضعتها الدولة الجزائرية، أعتقد أنه بداية من العام القادم سنشهد نمو في حجم الاستثمارات سواء كانت الأجنبية أو المحلية. ممتاز. أيضا فيه زيادات دكتور في معاشات التقاعد من 15,000 دينار، طبعا نتحدث عن الصنف الأول، من 15,000 دينار إلى 20,000 دينار. هل زيادات معتبرة في نحو 25%؟ حتى بشكل عام وزير العمل تحدث عن زيادات خلال 3 سنوات تراوح ما بين 47% إلى 50%. زيادات أيضا من في منحة البطالة من 13,000 دينار إلى 15,000 دينار جزائري. هذه الزيادات دكتور لهذه الشرائح أساسا، تحدث عن المتقاعدين وأيضا الشباب الباحث عن العمل، منحة البطالة أيضا هو تجديد رسالة الدعم من الدولة مع هذه الشريحة، المتقاعدين وأيضا البطالين ليسعوا للحصول على فرصة عمل. نعم بالتأكيد، أعتقد أن هؤلاء هذه الفئات المتقاعدين والبطالين هم من ينطبق عليهم مقولة حفظ الكرامة الجزائريين، لأن بصراحة من التقاعد أصبحت لا تتواءم مع مستويات الأسعار التي تعرفها السوق الجزائرية. وكذلك من البطالة، يعني هناك شباب جامعيين وغير جامعيين ربما يحصلون على هذه المنحة، وبالتالي من أجل ضمان الحياة الكريمة لمثل هؤلاء، لآبائنا المتقاعدين وللشباب الذين ربما لم يسرفوا الحظ في الحصول على نصب شغل، فإن هذه الزيادات هذه ستحفظ لهم كرامتهم، لأنها تصبح تتوائم أكثر مع مستويات الأسعار التي تشهدها السوق الوطنية كما قلنا، والتي ارتفعت ليس فقط هنا في الجزائر ولكن على مستوى العالم ككل. وفي حتى مادام أشرت إلى العالم، فيه مظاهرات في أكثر من مدينة في الدول الأوروبية أساسا للمطالب بزيادة الأجور، لكن لم يحصل ذلك، والحمد لله إحنا في الجزائر فيه زيادة في الأجور، وهذا ما يكرس أيضا الجانب الاجتماعي للدولة الجزائرية. نعم بالتأكيد، لاحظنا في العديد من العواصم الأوروبية حدوث مظاهرات واحتجاجات كبيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الفاحش في الأسعار وخاصة في أسعار الطاقة، نتكلم عن الكهرباء، نتكلم عن الغاز، وحتى انقطاعات مستمرة. إذن المواطن الأوروبي لم يعد ينعم بتلك الرفاهية التي كان ينعم بها سابقا، ارتفاع كبير في الأسعار وعدم توفر في بعض المواد الطاقوية والكهرباء أو الغاز مثلا إلى غير ذلك. كما قلنا، العالم الاقتصادي والدول المتطورة أصبحت الآن تشهد صعوبات اقتصادية واجتماعية، ربما هذا ما نشهده يوميا من خلال احتجاجات ومظاهرات أصبحت تشكل ضغط كبير ورهيب على الحكومات الأوروبية. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور مراد كواشي، أستاذ الاقتصاد بجامعة أم بواقي، شكرا لك على هذه المداخلة. إلى فاصل المشاهدين ونعود بعدها.